مرحبا. مثل ما خبرناكم بنشرتنا السابقه، المنخفض الجوي اللي حول طقسنا الى غائم وممطر رح ينحسر تدريجيا اليوم. نهارنا ببلش مع امطار متفرقه بيتحسن تدريجيا بعد الظهر مع ارتفاع بسيط بدرجات الحراره وهواء قوي. اتجاه رياح جنوبي غربي، الحرارة على الساحل بتتراوح بين العشرين والواحد وعشرين درجة، على الجبال بين السبع درجات والستة وعشرين، أما بالداخل فبتتراوح بين الأربعة عشر والخمسة عشر درجة. رطوبة عالية، الهواء متوسط السرعة بيقوى ببعض الأوقات، البحر معتدل والجو مثل ما ذكرنا غائم جزئيا إلى غائم مع هواء قوي وضباب على المرتفعات. جولة من الجو بتاخذنا فوق بعض المناطق وضيعة لبنانية لنشوف كيف طقسها، ومنبلش جولتنا من عيدمون 16 درجة بالترام، 11 درجة بشعل 11، 21 درجة بجبيل القعقور، 17 درجة عري 20، عين سحلتا 16، أيتولي 15 درجة، وطقسنا غائم بكافة المناطق، رميش والخيم 14 درجة، 14 درجة بخربة أنفار، 15 ببعلبك والختيم بالأعمى 15 درجة. لمحة سريعة عن طقس اليوم وتلاتين من جنين، اليوم الجمعة بتسجل الحرارة 21 درجة بنهار وطقسنا غائم إلى صافي، بيستقر على هالشكل لنهار السبت مع 23 درجة، الحرارة بترتفع الأحد لل 29 درجة، طقسنا بيتحول إلى مشمس وصافي التنين مع 27 درجة. قبل ما نختم نشرتنا وقفة مع صور وصلت لنا منكم على يوريبورت على ويب سايت الام تي في والام تي في اب، وصور اليوم من شكة، الصورة الأولى من توني خوري، أما الصورة الثانية فهي من جورج أيوب. نحن ناطرين صوركم من وين ما كنتوا موجودين حتى نعرضها بنشرتنا، وأنا بلاقيكم الليلة بآخر نشرة 8 إلا 8.